السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي واحد ستة العملات فرنسية، كيف ما كتشوفوا الفئة الأولى من فئة 10 أورو سنت. سنة R F، RF عملة فرنسية. نحاول نكبرها. باش تشوفوها بوضوح تانية سنة 2001، حتى هي 10 أورو سنت. والثالثة من فئة 10 أورو سنت سنة 2009. الثانية والثالثة كنلاحظوا هنا كاين واحد الخط، هذه مختلفة على هاد الشوشة.